هذا سالم، واليوم عندنا تسليم لمشروع مهم، ومع انشغاله نسى موعد التحاليل اللي صار له فترة يأجلها. زوجتنا نادى قررت تتدخل وتأخذ العيادة بنفسها، وصار اللي صار. مع تطبيق بوبا رعايتنا توصل كل ما كنت، وبضغطة زر نجيك لعندك نقدم لك بكل سهولة خدمة تحاليل الأمراض المزمنة مع بوبا. نرعاكم وين ما كنتم.